السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي، اليوم بنشوف فيديو جديد لغسالة كومبوماتيك 10 كيلو، ومنتعرف على عطل جديد. خلونا مع بعض نشوف شو هو هالعطل. هذا العطل هو خربطة البرامج، يعني منحط الغسالة على التعصير بتاخذ غير برنامج، مثل ما عمل يعني خربطة بالكنترول وبأكرة البرامج، وبعدين ما بتنهي برنامج وبتعطي انت وما بتعود تطفي إلا عند إزالة الغسالة أو قطع الكهرباء عن الغسالة. هذا هو أصدقائي شكل الكف الإلكتروني الخاص بهذه الغسالة. مثل ما بنشوف نقوم بفكه عند فحص الكرت الإلكتروني، وجدنا المقاومة بقيمة 471 عليها شورت، قمنا باستبدالها. للعلم هذه الجكة مكان المقاومة اللي قمنا بتغييرها، هذه الجكة موصولة عن طريق كابل الى الكنترول على الغسالة، وذلك لنقل البيانات والاوامر من الكنترول الى الكرت او المعالج الرئيسي. نقوم بتجربة على احد البرامج اللي كان فيها يحصل الخطأ ومراقبتها حتى تنهي البرنامج، يعني من وقت ما تاخذ مي من الصمامات او من الدرج حتى انتهاء تعصير الملابس وفتح الباب، وذلك للتأكد من سلامتها، يعني متأكد من سلامة مراحل البرنامج اللي هي محطوطة عليه. هلا منشوف أصدقائي الغاليين بعد الانتهاء والدخول في مرحلة العصر دوران المحرك، مثل ما بتشوفوا، وفتح السرعة القصوى، وذلك لتعصير الملابس. يعني بشكل عام مشي حال البرامج، صارت تتقسم الغسالة مثل ما كانت بالأول، يعني زوال العطل. أصدقائي الغاليين، بعد وصول الغسالة إلى نهاية المرحلة مثل ما عم نشوف أمامنا بالفيديو، والتأكد من سلامة البرامج برنامج، بنصل معكم لنهاية هذا الفيديو. بتمنى أصدقائي يكون الفيديو عجبكم. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. تابعونا أصدقائي للتعرف على فيديوهات جديدة وأعطال جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.